افطار شهي ويوم بهي لكل مشاهدينا الكرام متابعي قناة سامراء الفضائية، حياكم الله واهلا وسهلا بكم برنامجكم جاوب شعر. اكو بيت قديم يعني ما منسوب لاحد الشعراء يقول يلتنشد على الحال هذا نحالي، بيت دارمي يقول يلتنشد على الحال هذا نحالي راعب حلال كان يرعب حلالي. طبعا بيت كلش مهم ومؤثر. اليوم راح نسأل أصدقائنا اللي نواجههم، راح نسألهم نطيهم شطر ونطلب منهم أن يكملون هذا الشطر، واللي جاوب راح يربح ويانا هدية ويلتنشد على الحال هذا أنا حالي. خلينا نشوف الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم علينا وعليكم يا عيني. والله الحمد لله. غيث. غيوثي. من وين غيث؟ من تكريت. من حياك الله وحيا الله تكريت وأهل تكريت وأول متسابق ويانا. شلونك بالشعر؟ والله الحمد لله زين. تكتب؟ والله لا والله يعني حافظ من بس حافظ. واكو بيت دارمي قديم يقول يلتنشد على الحال هذا انا حالي. تقدر تكمل لي اياه؟ والله ما انا متربح هديه. والله انا حافظ لك وقت اشعار يعني عادي حافظ لك اياها. يعني انت ما تكتب؟ عندك محاولات للكتابه؟ والله ايه عندي يعني محاولات. يلا على مود تربح ويانا شوفنا محاولاتك. يقول لك انا اشدكم سني وشيعي من تكريت. ايه موجه كلام الكل بطل اسمر اخويا اللي تجلت بيه نخوه العباس وابن الغالي وطيب المحشر الله. ويبقى السيف بيد ابن خطاب والسرايا تقودهم حيدر الله. والظل النجف ذرع صلاح الدين وحالفه ما تشرب القهوه الا هناك يا منيسان تتعمر الله. ودليل على الكلام لما انطاه غطس عثمان لجد الشيعه متاخر رخصها النفس لجد الشيعه تهون والفرايه محمد كلها تستغفر الله. صح لسانك. ارتجال تقدر ترتجل؟ يعني اعطيك فد موضوع تكتب لي عليه. والله اكتب لي على الصديق. يعني شلون كتابه؟ ارتجل لي هسه ارتجال. والله ما عندي يعني. عم تربح هديه. لو بيتي انا. ما اعرف شكل يعني. ها؟ ما اعرف يعني. على الام. والله ما اعرف يعني. حاول. والله بس يعني اشعار اللي حافظها يعني انه هي موهبتي كاشعار بس. حاول على الصديق. صديق اللي كذا. شبي؟ ماكو والله. ايه؟ ماكو. صديق كان يمي وامنت بي. كمل عليها. ماكو والله ما حافظها يعني بس هي قلت لك هي قلت لك نفس الاشعار حافظها مثلا من ال شلون يلقوها الاشعار؟ من الانترنت تخطب وتحفظ. عافيه. يلا اقرا لي شيء على مود ربحك. يعني هو اشعار يعني بها سياسه يذلي الاشعار. اي يعني مثل هاي يقول لك مال وليد الخشماني. ايه يقول لك جيم اوفر عرب ذاك المجد راح حداد الامه ماتت نكس الاعلام. ايه وبعد لحد يقول اسلامنا بخير عليل وذاك هو بطرق العظام. ايه اللي يحب يشوف دين البور ما يروح ويسال عن اهلها وعن الاسلام. يلا تحياتنا لابو سليمان الغالي وليد الخشماني. حياك على وديك. ايه تمام. لا صورة عادي. ها شلونك؟ زين. شلون صحتك؟ انت شو اسمك؟ محمد. يا محمد. محمد بسام. ها؟ محمد بسام. محمد بسام؟ ايه. من وين انت؟ من الموصل. يا حي الله الموصل. شنو هاي التسريحة الحلوة؟ شنو الكشخة الحلوة؟ تشبيها صف؟ بالخامس. بالخامس؟ ايه. ويا من جاي لهنا؟ ويا امي وابوي. ها؟ ايه. عايفيك هنا من النافورة؟ لا هي معي. صرفوك؟ ايه. يا صف محمد؟ بالخامس. بالخامس، ايش حافظ شعر ما حافظ؟ بالمدرسة ما درسوكم شعر؟ حاجني بالقراءة؟ ويت يا هاي نشيد ما نشيد. ايه شو يقول النشيد؟ جاري قريب بيته مني انا اعرفه وهو يعرفني وناديه فيسمعني يكرمه ويكرمني. ايه؟ هل قد حافظ بالقراءة؟ غير تكملها؟ زين غير نشيد؟ ما ماخذين هالقد بالنشيد بعدنا عن الدوام. شنو يا محمد؟ شعر ما حافظ شعر على الموصل؟ لا. على الموصل؟ لا ما حافظ. ليش؟ انت ما تحب الموصل؟ مبلش شلون ما احب. ليش؟ شو وقت ترجعوا للموصل ان شاء الله؟ ان شاء الله برمضان. ها برمضان ان شاء الله؟ ايه قول برمضان لاصق. يلا ان شاء الله ترجعوا للموصل وتقعدون هناك وتستقرون وتحفظ شعر على الموصل ان شاء الله. زين هاي إيه. هديه مقدمه من قناه سامراء. تمام. شكرا جزيلا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. صحه انا راسي اخوي كريم. وعليكم السلام. صحه انا راسي اخوي كريم.
انا بالاصل من سوريا. حي الله سوريا. سوريا الغالين. الله يرحمه. والله انا صار لي 4 سنوات مهاجر هنا. يا الله الله يسهل ان شاء الله. الله يسلمك. يفرج علينا وعليكم. الله يسلمك. ترجع لديرته ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. حياك الله. من وين من سوريا؟ انا من حلب. من حلب. تحياتنا لاهلنا في حلب. على راس. الغالين. شلونك ويا الشعر؟ والله انا ما تحب الشعر؟ ما مو ما احب الشعر. ما لي هوايه بالشعر انا. ما حفظ اي شيء شعر؟ لا ابد. سوري؟ لا ابد. ما تسمع عمر الفره انت؟ ما حتى لو اسمع. بس عمر الفره تعرفه؟ سمعان بيه. لا ما تعرفه. سمعان. سمعان عمر الفره بس شكليا ما شايفه. شاعر سوري. ايه. شاعر سوري مهم. اقول لك يعني. ايه. هسه ما تقدر اي مشاركه؟ حتى الربع شنو هدية بسيطة. شنو اريد اشارك يعني بالشعر؟ ما زين تغني ولا اعرف اغني ولا تغني إيه؟ ولا تقرا شعر؟ لا ولا تعزف عود؟ ما شنو شغلك هنا؟ شغل اشتغل تجاره. تجاره. ايه؟ تجاره عامه. ايه؟ الحمد لله. الله يسهل ان شاء الله. الله يسلمك. سوريا تحياتنا لاهلنا في سوريا. على راسي. شكرا جزيلا. السلام عليكم. اخوي نازان. نازانم يلا السلام عليكم. احكي ويا هذا وينه؟ يا احمد ابني سوا ورا ورا. هلا خاله هاي. تمام. تمام. في التصوير. لا والله. تمام. حبيبي على راس على راس. شلونك استاذي؟ شلون صحتك؟ الاسم الكريم؟ عبد القادر مصطفى. عبد القادر مصطفى من وين؟ من كوباني. من كوباني حياك الله. تعرف عمر الفره؟ شاعر عمر الفره من سوريا؟ من رقه. من سوريا؟ من رقه. هسه من رقه من سوريا يعني سوريا بالعموم. اعرفه. تعرفه؟ حافظ له شيء؟ لا اغنيه ما شعر. شعر؟ لا ما حافظ شعر. يلا فرصه سعيده. الله يفرج عن سوريا ان شاء الله وعن كل اهلنا وناسنا بجميع المحافظات والدول العربيه. شكرا جزيلا. اغا يا دو حد خطا ازويه أزوية سوها قبل أزوية للنهاية سوها قبل للنهاية سوها قبل للنهاية. تعال يا ماوي تعال اسجد جبت بالقطاع. تعال يا ماوي تعال اسجد جبت بالقطاع. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ احوالك؟ يا هسه مشتري سيم كارت. اي والله على الخير. حتى نعطيك رصيد تعبيه من قناه سامراء. الاسم بالخير. احمد ابو الشباب حياك الله. من وين حمودي؟ من بغداد. يا حي الله بغداد. اليوم نورين بغداد. وين بغداد؟ المدينه. حياك الله يا قطاع. الحبيبيه. بالحبيبيه. حياك حياك. خوب انت هناك شعراء ما شاء الله تارسيها ترس. من الاخير اقول لك لا اي والله. ليش؟ والله ما رجع سائق تريلا وما حياك الله. بس اصدقائك المفروض هواي شعراء هسه. لا ما عم المدينه كلها شعراء. ما ملتقي يعني بالمنطقه. زين منو شعراء المدينه تعرف؟ ما لا تسمي مستحيل. يابا منعز الحيل عن الشعر؟ اي والله كلش. لا من الاخير. زين رد نفوزك شلون؟ والله كيفك بعد انت؟ ما حافظ كل شيء؟ كل شيء ما حافظ. ولا بيت دار مي؟ ولا حرف؟ الحمد لله. ولا اسبانه؟ لا لا. زين تاليبر هذا شيء وين يصير بالتريلا؟ تاليبر شنو تاليبر؟ ما تعرف تاليبر؟ اي مال السياره. اي هذا شو يستخدم بالسياره؟ السدات مال التايرات. هاي ينفتح بالتاليبر. مرات بنصير لا هسه بعد طورت يعني ماكو بعد تايليبر. يصير والله جير بوكس اكو تفتح تايليبر اللغه. اي ماكو بعد. زين احكي لنا شوي على التريلا ولو احنا نجاوب شعر بس حتى نطلع. راح نجي وياك.
يقول ميجي وياك تعال وياك شنو نعرف الفريله معانات هواي لا لا مو معانات خلي المعانات اليوم اليوم رمضان ونريد نطلع العائله العراقيه من جو المعانات احكي لنا على التريله شنو تفاصيلها من شنو تتكون والله هي تريله تريله سهريه تريله شادر اكو بدي حلو انا رجال عندي شادر شادر موديلاته شنو موديل 2006 قديمه لا 2006 نعمه يعني زين جيد ايش سعرها والله زي حاليا 3 الا ربع 3 ويا العربانه لو بس الراس 3 الا ربع نهايتها اي نهايتها ما بيها مجال بعد ما دراعين احنا مو اخوتك قالك ما بيها مجال اتمنى لك الموفقيه شو وقت ترجع ان شاء الله والله ان شاء الله باكر يلا ان شاء الله دربك امان وسلام وتوصل بغداد سلام وتوصل سلام لاهلنا ببغداد والمدينه ومن قناه سامراء توصلكم سلام يا حبيبي فرصه سعيده حياكم الله يلا متواصلين وياكم مشاهدين الكرام ونشوف الخال السلام عليكم شلونك استاذ الله يسلمك شلون صحتك الله يحفظك الاسم الكريم ابو عمر ابو عمر حياك الله من وين ابو عمر من الموصل من الموصل حياك الله ابو عمر شلونك ويا الشعر والله مو هالقد يعني مو هالقد حياك شلونك استاذ شلون الصحه خلونا بيناتكم موقف الاسم الكريم موفق ابو احمد ابو احمد حياك الله ابو احمد وابو عمر ابو احمد وابو عمر اكو بيه دارمي قديم يقول يلتنشد على الحال هذا انا حالي ايش معيد السؤال دخلت بقوه قلت والله يقول يلتنشد على الحال هذا انا حالي اريد يعني تكمله مالته تكمله من شده الحال انا حالي والله اتذكرها بس فقدان ذاكره صار عندي رحم الوالدك يشد الحال يلتنشد على الحال هذا انا حالي اللي كمله يربح وياه هديه بسيطه مقدمه من قناه سامراء ابو عمر ابو عمر والله هي باطل ثاني بس ثاني والله على راسي على راسي والله زين قرانا شعر قرانا شعر الشعر حتى الرفحك ابو عمر حافظ والله شوف ابو احمد ابو احمد حافظ شعر حافظ يقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يقول الدهر يومان يوم لك ويوم عليك فين كان لك فين كان لك تمام نعم شعر حافظ شعر والله تعرف شويه من العفو شويه تعبان نفسيا اي والله الله يبارك فيك وسلامه هم يقول يعني اي شلون ما يكون يعني هم يقول لو تعاشر خوش صاحب لو تظل بلي صاحب لو اصاحب خوش صاحب لو تظل بلي صاحب صار واللي جرى بي يا زمن يا زمن كله من دين من دين تمام تمام بارك الله فيك بعد اشكرك عيني ما عندكم اضافات بعد الله يبارك فيك يلا جزاك الله خير مروته شلك عليه شلك على ابن الناس غير مروته ايه شلك على ابن الناس غير مروته سؤال بعد كمل عليها ايه كمل عليها شلك عليا شلك عليا شلك على ابن الناس غير مروتهم كملها والله يا اخي على غلط ثاني بس انا شويه تعبان نفسيه وشارب شرب اي والله الله يبارك فيك هديه بسيطه جزاك الله خير رمضان كريم عليكم حياكم الله يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا الله السلام عليكم السلام. شلون الصحة خال طلع أكثر من عندي رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم الله يسلمك حبيبي أبو فاروق وليد فاروق حياك أبو مريم أبو مريم حياك الله شكرا جزيلا زين هاي أبو مريم أبو فاروق من وين بغداد 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 وين بغداد غزالية غزالية كذلك حياكم الله أقول شو سالفة هذا الشارع إذا طلعوا خافصين بيه يا شارع شارع أساس شارع باريس ما أدري شنو وين أكو باريس ولا أكو باريس أكو شارع بس عوف الموبايل بس عوف الموبايل جاي طلع الجو منه غير نوبة باريسية أكو شارع حلو بالغزالية دائما يطلعوا ويجوا المسؤولين يزوروه هاي نظيف من لا 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 الشارع سيف الغزالة سيف الفلاحة الكفاءات جامع الشقرة ايه يعني شارع نظيف مرتب اهلا منظيف مو الدوله مو ظل تجي هنا يتكشفون يعني المسؤولين وين على اساس هذا الشارع وينك حرام اهلهم مش هذه الاقلاباتهم يلا حياك ابو فاروق حبيبي اكو بيت دارمي قديم يقول يلتنشد على الحال هذا انا حالي ايه كمل لي يا اربع هديه والله ما اقوياء بالشعر ابو مريم مو؟ نعم يا ابو مريم
ما اعرف اني تكملته بالضبط بس أي. اقدر اعطيك بعض الكلمات. حلو زين، انت كمل لي عليه. بس عيده يلتنشد على الحال هذا انا حالي. آه هو اعتقد تكملته اللي يتكلم بين كنت راعي او فتشي. مضبوط تمام، كمل لي اياه. يعني تسأل علي حال، يعني يلتنشد على الحال او يلتسأل على الحال هذا انا حالي. تمام. ما لحقت تطلع من الانترنت. لا لا زين انت من عندك رتبها، تعرفت الفكرة مالته. نعم. رتب لي انطني يا عم ربحة كدية. كان راعي بحلالي والله. اقعد ويانا. هسه شو يقول التكملة؟ راعي بحلالي كان راعي بحلالي. راعي بحلالي كان راعي بحلالي. هسه اثنيناتكم جاوبتوا سلامة اخونا. تمام زين. هسه هاي هدية بس اريد ما بيناتكم تكون محاورة بالشعر، واللي يبقى خير شيء ياخذ الهدية. تمام. لا لا ما هدية واحدة عاد. اي نعم. متفقين. لا ولا حافظ شعر هنا؟ لا لا حافظين شعر مال الاعدادية يعني مال. يلا حلو يلا. ايه حلو يعني هل قول بالفتان؟ لا هذا مال ابتدائية يا اعدادية با. حافظ مال بالفتان؟ والله صحيح. عبد الربحك؟ لا ما حافظها ناسيها والله. البلبل الفتان. أيه. الامور اللي جرت علينا نسيتنا البلبل. النقش في الصغر. النقش على الحجر. التعلم في الصغر كنقش على الحجر. البلبل الفتان ايش بيك؟ يغني على الاغصان. يطير بالبستان. ايه ويغني. ايه. اكو شعر كنا نكتبه بالرسائل الغرامية. ايه. للبنات. ايه. شو يقول؟ يقول لك ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ولم يحين قتلانا، يصرعنا ذا اللب لا حراك به وهن اضعف خلق الله انسانا. الله. هذا اللي كنا نكتب له زمان. هاي حلوه عوضيه يعني. هاي وحده هنا. عدل عمي. مضبوط والله. مو نالك متدين الله ما يدرك. يا بلبل الفتان. يعني دنت. يطيروا؟ لا مو 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 على البلبل، اعطيك هيك الشعر زين. ده يحكي على وضعنا الحالي وعلى الناس يعني وين تشتكي بعد الله سبحانه وتعالى. يقول إلى الماء يسعى ما يغص بلقمة. الله. إلى أين يسعى ما يغص بماء. الله الله. صح لسانك يا باي. هدية مقدمة قناة سامراء. شكرا جزيلا. بس الأساس أنه نلتقي بكم. سلم عليكم. كون على قرب من عندكم في رمضان كريم. الله مستقبل زهر إن شاء الله. شكرا جزيلا. تواصلوا معكم مشاهدين الكرام متابعي قناة سامراء الفضائية وبرنامجكم جاوب شعر. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام وبرنامجكم جاوب شعر. خلونا ناخذ الخال. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم. نعاد عليكم صاحب السلامة. اسم بالخير. خليل. خليل ابو ابراهيم. نعم. حياك الله خليل. شلونك؟ والله خير. شلون صحتك؟ من وين خليل؟ انا الانبار رمادي. ها انبار رمادي حياك الله. وين برمادي؟ شارع البريد. شارع البريد حياك الله. يعني نقول حي الاندلس. نعم. حياك الله. وين شارع البريد؟ هو قريب على البريد الحديث. جيد. يم البريد والاتصالات. أينا. حلو جيد. شلونك بالشعر؟ والله الشعر مو زين. مو زين ما حافظ كل شيء. منا منا قد عمرك؟ مالي 86. 86 يعني صار عمرك 31 سنه. ظروف شويه ما تخلينا يعني قصدي بيت دار ما حافظ طول مسيره حياتك. لا بذية لا فصيح لا شعبي. عيابة صحيح. اسمع وليد الخشماني. ايه الله يسلمك. رمضان كريم عليك. نادى عليكم صح السلامة. وحاول تحفظ لك شكمبيات زين. يلا على راسي يا حبيبي. حياكم الله. متواصلين وياكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة سامراء ونلتقي بالورد. شلونك حبيبي الغالي؟ شلون الصحة؟ الاسم الكريم فاروق. حبيبي فاروق حياك الله. يا فاروق من وين؟ فاروق من بغداد. بغداد حياك الله وحيا الله اهلنا كلهم ببغداد. شلون الامور؟ شلون العصاير؟ والله الحمد لله. ها جاهز ان شاء الله. اشرب. تسلم لي. شلونك بالشعر؟ والله بالشعر مو قوي. ليش ما تحب الشعر؟ شوف قاعد ما احب الشعر. اي لعد شلون ما حافظ؟ والله ما حافظ كل شيء. لا والله منا منا ابد ولا بيت ابد. ما عم تربح ويانا فتدي بسيطه. والله لا اريد ربحك. والله ما اعرف شلون لعد. والله على البرتقال. احكي لي شيء على البرتقال وربحك. شنو على البرتقال؟ اي شيء. برتقال. هاي برتقال قدامي. هذا نومي وهذا رمان. ايه. وهاي هديه اريد ربحك.
احكي لنا شيء على البرتقال، شعر تاليفك. والله ما اعرف دعوج. والله ما اعرف ايش اقول لك. الدعوج ايه دعوجها عمي برتقال الدياله. ايه والله ما اعرف ايش زين على الرمان. والله ما اعرف مو شعر هسه برتقال دياله رمان شنو. والله ما اعرف عمي. ايه رمان بغداد رمان الله. جميله الله. هاي حلو حلو. نومي يوم البصرة. الله بس قيل ياها القاء. والله ما اعرف ولا ارد ربعك شبيك يا معود. والله ما اعرف والله. زين على البطيخ. كله جبتين على مو على مود شيء من اختصاصك. والله ما اعرف شنو قالوا. زين على التفاح. يا تفاح يا تفاح يا تفاح الزينة. ايه تفاح الزينة عمي. ليش ما تكبر وتحليني والبغداد تجينا ويوم فاروق تخليني يلا يا هدية وقد وقلات سامراء. سامراء كريم عليك يا حبيبي. متواصلين وياك. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ اسم الكريم صالح. صالح حياك الله يا صالح. صالح ابو من؟ ابو مهدي. كل صالح ابو مهدي مو تزوج؟ لا ها يلا ان شاء الله تزوج وان شاء الله يجيك وليد وتسميه مهدي. لا ما اتمنى بس اشوف امي. امك وين؟ ان شاء الله تشوفها قريبا ان شاء الله. شلونك اخبارك؟ انت من الموصل؟ ايش قد صار لك هنا؟ صار لي 3 سنين. يلا ان شاء الله ما ضل شيء ونرجع قريبا ان شاء الله. شلونك بالشعر؟ والله ما حافظ بس مع الحسام تعودت على الغربه يمه. لا يضل بالك علي. ايوه اقرا لنا اياها قراءه شعريه تربح ويانا هديه من قناه سامراء. ما حافظ بس مو غناء شعر. لا تعودت على الغربه. لا يضل بالك علي. لا يضل بالك علي يمه. يمه لا تفكرين بي. تعودت على الغربه. بس عوف تعودت بعد بعد. المهم انتم شلونكم؟ المهم انتم شلونكم؟ مشتاق؟ مشتاق اشوف عيونكم. ايه بعد لا تفكرون بي. حلو اسعد مالتك. تعودت يلا. تعودت على الغربة يمه. شعر شعر الزم والقاء القيل القاء حتى من احساسك من داخلك. الزم من احساسك من داخلك. ما اقدر اقراها. ما اقدر. ما تريد تعبر عن شو بداخلك؟ تعودت على الغربة يمه. والزمن الزمن عانت تقوى. والمهم انتو شلونكم؟ والسنين ضيعتها. السنين ضيعتها تروح لش يا يمه فدوة. ها؟ لا هاي كلمات منو؟ حسام الرسام. لا كلمات غناء حسام الرسام. ممكن ضيع المياه. ايه تمام. والحان نصرة البدر. لا زين لا تستاهل هدية. هذه هدية بسيطة بقناة سامراء وبس. هذا حافظ؟ اي والله. كل شيء ما حافظ؟ لا والله. لا والله بس ما انا الهدية هم مالي بس مشتاق اشوفه. ان شاء الله تشوفها قريبا. ان شاء الله تشوفها قريبا. وجه لها كلمة لامك. والله مشتاق بس اشوف وجهك واروح لثاني فدوة وننعالج. لا لا ان شاء الله ان شاء الله اشوفها. ان شاء الله اشوفها قريبا يا ورد. يا ابو هاي تقول انا حافظ شعر. تعال يا وردة تعال. شلونك؟ انت شو اسمك؟ مريم. يا مريم بنت ابو مريم. تعي هنا هيك على مود الكاميرا طلعين. بنت من؟ بنت ابو مريم. بنت ابو مريم. ابوك شو اسمه؟ فلاح. يا فلاح. فلاح ابو فلاح. ابو من؟ فلاح ابو مريم. ايه. انت من وين؟ انا من الموصل. يا عيني الموصل ايش بيك حلوات وحلوين ما شاء الله. الله يحفظك. انت تسلمين. يلا ايش حافظه؟ حافظ الشعر مع حسام الرسام. يبكي الشجر. يلا اسمعها. ايه يبكي الشجر من جبرنا يا وطن على السفر. يمك خطر والغربة اكبر خطر. تفرج حبيبي ما تظل للتالي ورد لهنا للعراق الغالي. الشمس تطلع من وطننا الشمس احنا الغيرة ما ذل للنفس. والله لو نملكها شرجي وشمالي نرجع لهنا للعراق الغالي. دي وطن ظليتي بس اشتاق يا عذاب ما قدر يوصل هلا. عندي وطن خليتي بس اشتاق يا عذاب ما قدر يوصل. تسلمين يا وردة. تسلمين. تبي اصف؟ ما بالمدرسة. ما بالمدرسة بس انا متعلمة. ما شاء الله. زين 3+2 تقولين وين متعلمة؟ 1+1 2 2+3 5 و6
خمسة زائد أربعة. تسعة. زين أنت وين بالموصل؟ وين بيا منطقة؟ بحي العربي. بحي العربي؟ شو قصالكم متاجرين؟ والله من زمان. من زمان. أنت وين شايف الموصل؟ أنت وين شايف الموصل؟ أنت صغيرة من طلعتوا مو؟ لا. آه كبيرة؟ صدق؟ يعني تتذكرين الموصل؟ تذكرين بيت جيرانكم؟ منو إيه؟ شو اسمهم؟ بيت أبو عبد وأبو إيه؟ رعد. إيه؟ بيت خالتي غادي. وبعد بيت خالتك؟ وبعد من النوم اكو كثيرين. حلو. وشو تروحون عليهم وترجعون من يمهم؟ صدوق دزولهم اكيد دزولهم تنزلهم شو يريدون؟ شنو يعني هم يجون علينا يطلبون نتزلهم اكثر. حلو. شو تدزولهم مثلا؟ شو تركبون؟ شو تطبخون؟ نطبخ شو يريدون يعني؟ شنو الاكلات الموصليه اريد اعرفها؟ باميه. وبعد فريق مال باميه يا عيني. حمص. حلو. وبعد دولمة. سوون دولمة شنو يا شنو تكون الدولمة؟ عددي لي خمس شغلات من مال الدولمة وربحت شوية. يلا سلم. ايه. وبيرنجان. ثلاثة. قرع. بعد واحدة. يلا رمضان كريم عليك يا وردة. هلا مريم حبيبي. مصطفى. مصطفى من وين؟ من بغداد. حياك الله من بغداد. وين بغداد؟ بغداد الزعفرانية. حياك الله وحيا الله الزعفرانية. قريبين على حمد الشمري مو؟ ايه ممكن من احنا شعراء يمنا سوا الهلال. تعال تعال اقعد تعال تعال يوم راح تغرقنا شعر انت. نعم انا نختم بس شفناك ما راح نطول علاقه. ابو الصيف حياك الله. الله اكو بيت اكيد اذا اصدقائك شعراء راح وتحب الشعر راح تكون حاضر. احبك. الله يسلمك يا عمري. الله يسلمك. يسلمك شرف كبير. اكو بيت قديم يقول يلتنشد على الحال هذا انا حالي. يلتنشد على الحال هذا انا حالي. تكملته تعرفه؟ هو شعر يعني لو دارمي دارمي. يلتنشد على الحال هذا انا حالي. غير هذا ما مر عليك؟ والله مار بس انا شويه. حلو. استذكر الدهر لو وازاك هبالك تصيح. الدهر لو وازاك هبالك تصيح. دارميات الحافظها. انا حافظ بس اريد في شيء يحضرني هسه. ما شفتك. الله يسلمك. الله يسلمك. كل شيء ضاع علي. مشدد حاليا. اي مشدد حاليا. قصائد حافظ. والله كدارميات هيك صغير هناك شو اسمه. ما جاي يحضرني في الشيء يعني حتى استذكرك. عدد لي عشر شعراء من بغداد. هاي وين في سؤال؟ لا سؤال سؤال سهل هذا. يلا. اهل بغداد حصرا. ايه بغداد حصرا. احمد هند بغداد ان شاء الله. رمادي. ما اكبرك اي بس على مدن. ايه. عندك علي محمداوي. ايه. علي رشم هم اذكره. ايه. الله يرحمه. سمير صبيح. علي رشم علي محمداوي سمير صبيح الشاعر. واريد شو اسمه كل شيء دخلت والله يا بطينه بيت شعر وهاي. خاف شنو السالفه؟ ايش بشي والله اريد اذكرني بشي ذكرني في شيء حتى اقدر اقراه يعني انا شو اسمه مال الشعراء هذول هسه جاي نقرا لهم الشعراء الشعبيين كل شيء نحفظ لهم بس هسه مش بدكم والله نسيت منا استعين بصديق عندك صديق شاعر؟ فشي سامعه صديق شاعر عندك؟ عد احنا اصدقائنا مثلا سيد غزوان الغالب من العمارة. عندك تليفونه؟ لا ما عندي تليفونه والله. عندك صديق شاعر عندك تليفونه؟ يعني انا اللي عندي هسه اقدر لا اتصل بخاله اصدقاء هواي مثلا ببغداد نلتقي بهم. صديق مباشر راح تقول له تكمل لك دارمي اذا كمل لك الدارمي تربح وياي. ما اقدر اتصل بيه. موتت نفسك ابو سطيف. لا ما موتت نفسي والله انا بس شنو مشاركه حلوه. يلا هسه مو المهم الهديه هي ترى. ذكرنا شيء ذكرنا شيء. علي محمداوي ما حافظ شيء.
والله نسيت بالله العظيم بالله العظيم نسيت. المهم المهم مشاركة ما راح تطلعون اكيد لان ما عجبت. لا بالعكس لا الكل يطلع والله. حبيبي ابو الصيف فرصة سعيدة حياك الله يا ولد. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الختام الحلقة. مصطفى ما فاز ويانا، ملتقانا ان شاء الله بالحلقة القادمة وبرنامجكم جاوب شعر.